إذا قيل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما في الصحيحين، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة من اتخاذ القبور مساجد في حال صحته وقبل أن يموت بخمس ليال؟ حذرهم، بل في شدة سكرات الموت حذر الأمة من اتخاذ القبور مساجد. لما؟ لخطورة هذا الأمر. وليعلم أيضاً أن هذا نهي منه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينسخ، بل هو حكم ثابت مستقر، بل لم يبقى صلى الله عليه وآله وسلم على هذا التحذير من حيث الزمان، من حيث زمن صحته أو قبل وفاته بخمس ليال أو عند سكرات الموت، لا، بل حتى حذر باللفظ. كلمة ألا أداة توكيد، كان يقول ألا من باب التنبيه والتوكيد، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. انظر بعدها ألا، مع النهي أتت أداة التنبيه والتوكيد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، بل ختم وصرح بالنهي، قال فإني أنهاكم عن اتخاذ القبور مساجد، أي قبر لنبي أو لولي أو لأي شخص مهما كان.